يعني ليه ضابط شرطة يشيل أوراق زي دي؟ ولا يمكن الأوراق دي كانت تخص شغله اللي قال لي عليها باسم؟ وليه واخد أوضة في فندق لمدة سنة من غير ما يقول لي؟ معقولة حازم كان شغله فيه أسرى للدرجة دي؟ لو سمحت. أموري يا فندم. هو مش المبنى ده تبع وزارة الداخلية؟ لا يا فندم، دي شركة أوراق مالية. أوراق إيه؟ أوراق مالية يا فندم. إزاي؟ من إمتى؟ والله يا فندم من ساعة ما اشتغلت هنا من 4 شهور، وهي شركة أوراق مالية. اللي هو إيه 4 شهور؟ حضرتك أنا كنت هنا إمبارح، المبنى ده تبع وزارة الداخلية. يا فندم إيه دي بس، يمكن حضرتك غلطانة في العنوان أو حاجة. غلطانة إيه؟ أنت هتجنني؟ يا أستاذة، يا أستاذة لو سمحتي، يا أستاذة. عايز اعرف مكتب اللواء ماهر عبد المنعم مساعد وزير الداخليه للامن العام. مساعد وزير الداخليه للامن العام ما اسمهوش اللواء ماهر عبد المنعم. ازاي انا متاكده من الاسم؟ انا قابلته امبارح في حفل تكريم جوزي. حضرتك وانا متاكد مساعد وزير الداخليه للامن العام ما اسمهوش اللواء ماهر عبد المنعم. طب يمكن نسيت الاسم او اتلخبطت. طب ممكن اقابل اي مسؤول هنا؟ حضرتك مين بالظبط؟ انا سلمى ابو الفضل، حرم الشهيد حازم غنيم. تكريم امبارح وفي المبنى الاداري التابع للوزاره. طب ازاي؟ زي ما بقول لحضرتك، والله العظيم انا كنت هناك امبارح. مستحيل يكون في اي تكريمات وانا ما اعرفش. ومع ذلك لحظه واحده. ايوه، عايزك تسالني كده اذا كان في اي تكريمات تمت امبارح في المبنى الاداري، وكمان عايز ملف الشهيد حازم غنيم. دلوقتي انا اعرف كل حاجه. تشربي ايه؟ لا متشكره شكرا. اجيب لك ليمون يهدي اعصابك؟ لا لا متشكره حضرتك. هات واحد ليمون والقهوه بتاعتي. ايوه. انت متاكد من الكلام ده؟ طب تمام. للأسف مفيش شهداء بالاسم ده، وبالنسبة للمقدم حازم إبراهيم غنيم فهو اتفصل من الداخلية. إيه؟ اتفصل؟ بس أنا مش مجنونة، أنا مكنتش بحلم حضرتك. وبعدين أمال جثة مين اللي أنا استلمتها؟ التكريم اللي أنا أخدته